الحمد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان لك الحمد يا ربنا بالقرآن لك الحمد يا ربنا بالإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وصل وسلم وبارك على محمد وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسألك يا رب الأرباب أسألك يا مسبب الأسباب أسألك يا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المأمولين يا رب يا رب قل لي رجاء فيك يا رجاء الراجين فلا تردني خائبا يا ربنا فلا تردني خائبا يا ربنا بسم الله أرقيك يا الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك الله يشفيك الله يشفيك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نسألك يا رب شفاء نسألك يا رب دواء نسألك يا ربنا صحة وعافية نسألك يا ربنا صحة وعافية نسألك يا ربنا صحة وعافية بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
الله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اشفها يا ربنا من العين اشف يا ربنا من عين حاسدة 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 اشفها يا ربنا من عين حاسدة. اللهم يا رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اشف يا ربنا العقل وما فيه اشف يا ربنا العقل والإدراك 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 اشف يا ربنا الصدر والقلب وما فيه اشف يا ربنا الصدر والقلب وما فيه اشف يا ربنا الصدر والقلب وما فيه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما قلنا يا نار كوني بردا
وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وقل رب أنزل بسم الله يرقيك الله ويبريك ويشفيك من كل عين قديمة أم يحسدون الناس أبطل يا ربنا حسدا أصابها في الجسد أبطل يا ربنا الحسد أبطله يا ربنا بسم الله يرقيك من حسد يؤذيك اشفها يا ربنا من العين ودنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أبطل يا ربنا سحرا أصابا اشفها يا ربنا من سحر أصابا اشفها يا ربنا وأنت الشافي وإذا مرضت فهو يشفين
وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها أفلح من زكى وقد خاب من دسا. كذبت ثمود بطغوى إذ انبعث أشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.